أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس. في 11 من مايو 2015 كانت الانطلاقة الرسمية لقناة بلقيس الفضائية. من عمق الغياب كان الحضور، فحين غيبت الحقيقة شيئا فشيئا كان لابد من صوت يحافظ على صوت الحق والإنسانية واليمنيين. بلقيس القناة اليمنية والأثير الذي ضج بهذه الحقيقة والمكان الذي وسع أحداث وطن أثخنته الجراح فكان صداها الذي لا يكل. قبل هذا الانطلاق كان المشهد الإعلامي في اليمن ضبابيا حد الاختناق، بالتحديد منذ انقلاب 21 من سبتمبر 2014. كان التحدي الأكبر هو البداية من الصفر على مستوى الإمكانات والخبرات، لكن طاقمها الشاب ذا الأفق الواسع المفعم بالحماس قبل التحدي مستمدا إرادته من روح ثورة فبراير العظيمة. وكان النجاح ليمر عامان ويقترب الحلم من الاكتمال، عامان على نقل الصورة كاملة دون رتوش أو إضافات وترك الحكم للجمهور أولا وأخيرا، فللخبر قدسية لا تمس. بهذه الفلسفة يؤمن جميع العاملين في القناة. عامان مرة منذ أن كانت قناة بلقيس مجرد فكرة في وعي يملأه الحماس والحرص على بلد يكاد أن يتلاشى ويضيع، ومنذ لحظة اتخاذ القرار تسارعت الخطوات وسابقت الزمن وتحولت الفكرة إلى قناة تنبض باليمن. سرعان ما تحولت الأفكار والخطط إلى برامج متنوعة ونشرات إخبارية على مدار الساعة تغطي كل ما يتعلق بالشأن اليمني وتتابع كل أخبار اليمن أينما وجدت. محطات كثيرة مرت بها القناة كانت رهاناً للكثير من المراقبين بعدم صمودها وبأنها ستنحز للسياسة على حساب الحقيقة وستخذل الضحايا، لكنها كانت تنتصر حتى على نفسها للحقيقة أولاً والضحايا ثانياً. وهذا مقابل معنوي قد لا تجدوه من مباشرة لكن تلمسه من الميدان من المتابعين من المشاهدين للقناة. من الميدان كانت البداية، كان التحدي هو التواجد فيه حين غادر الجميع وسقطت الأقلام وجفت الصحف. نتواجد في قلب الحدث. كان مراسلو القناة هم المصدر الأول للخبر وبوابة نقل الصورة الأولى من الميدان إلى جمهورها داخل اليمن وخارجه. لم يعد اليمني ذلك المغيب في الشاشات المقتصرة على صوت السلطة فقط، فقد وجدت القناة لتكون صوته حين عطلت جميع الأصوات بقوة سلاح الميليشيا. فخلف الشاشة يقف طاقم كبير يعمل لأجل إيصال الحقائق إليه مجردة من التبعية. عمل الطاقم رغم الصعوبات وتضييق الحريات في عهد لا دولة ولا حرية وسط حقل خطير من الألغام والمتفجرات والرصاص والاعتقال وحتى الموت. عمل المراسلون في الميدان، قاوموا بعدساتهم عيون المخبرين وكسروا بها تلك العزلة المفروضة على اليمنيين. وحين أصبحت ممارسة الصحافة جريمة تمسكنا بحقنا في القول والعمل وإيصال الحقيقة لا غير، لنكون صوت الحرية والرأي الآخر البعيد عن سلطة ميليشيا الأمر الواقع في زمن لا صوت.